معتدي وهو مصري الجنسية. ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي والباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي خليفة. مرحبا بك دكتور. إلى أي مدى قد تؤثر هذه الحوادث على المسلمين والعرب القادمين لفرنسا وأيضا المقيمين فيها وفي أوروبا عموما؟ الحقيقة هنالك زاويتين دعنا نشير إليهما. الزاوية الأولى المتعلقة بالانتخابات، كما تعلم فإن هجوم اللوفر جاء في ذروة الحملات الانتخابية، حيث اليوم مثلا أعلنت زعيمة حزب الجبهة الوطنية بدء حملتها الانتخابية للانتخابات الرئاسية في شهر أفريل القادم، وبالتالي سوف تحاول زعيمة الحزب اليمين المتطرف أن تستغل هذه الحادثة من أجل الدفع بخطابها المعادي للإسلام والمعادي للمسلمين والمعادي للجاليات العربية والإسلامية، وبالتالي تضع زعيمة اليمين المتطرف في رأس أولويات برنامجها الانتخابي تشديد الإجراءات على الهجرة إلى فرنسا والتضييق على الجاليات العربية والإسلامية، وبالتالي هنالك إذا شئت محاولة لاستغلال هذا الهجوم الإرهابي للاستفادة منه من الناحية الانتخابية. على المستوى الثاني مما لا شك فيه أنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع الفرنسي، خصوصا أن هذا يأتي في ضمن إطار سلسلة من الهجمات الإرهابية التي بدأت من هجمات شارلي إبدو مرورا بهجمات نوفمبر 2015 وصولا إلى هجوم نيس في الصيف الماضي، وبالتالي هذا يضع الحقيقة مزيدا من الضغوط على الجالية العربية والإسلامية، وبالتالي إذا شئت هنالك انقسام على مستوى الشارع الفرنسي. القسم يؤيد قيم المواطنة وتطبيق القانون وبالتالي يرفض المساس بالنسيج الاجتماعي للمجتمع الفرنسي، ولكن هنالك تيارات يمينية متطرفة تريد استغلال هذه الحوادث من أجل الدفع بخطابها العنصري والفاشي وعلى رأس ذلك اليمين المتطرف، وبالتالي هنالك بالفعل محاولة لاستغلال هذا الهجوم الإرهابي، لكن أيضا بالمقابل هنالك بالفعل خط أخطار تهدد الأمن في فرنسا، هنا موجودة حاليا في فرنسا مفروضة حالة الطوارئ، وبالتالي هنالك شعور من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل السلطات الفرنسية بأن التهديد الإرهابي ما يزال موجودا، وبالتالي أجهزة الأمن هي على أهبة الاستعداد وفي حالة استفار دائم، وبالتالي ربما ما أفشل لهجوم اللوفر أنه كان هنالك دوريات راجلة من الجيش استطاعت التصدي للشخص الذي حاول الاعتداء في المتحف، وبالتالي هنالك توتر إذا شئت من الناحية الأمنية وحالة استنفار وشعور بالقلق لدى الشارع والرأي العام الفرنسي. نعم، إلى جانب التأثير على سير الانتخابات الفرنسية ويعني ربما تخدم مرشحا دون الآخر، هناك حالة تذمر من الدول الأوروبية من تصريحات ترامب وتصرفاته، ولعل الرئيس الفرنسي يعني هو من يقود هذه الحملة ضد ترامب وتصرفاته، مثل هذه العملية برأيك هل تؤدي ربما لتقارب بين أوروبا وترامب مستقبلا وتبني أوروبا لقرارات ترامب التي وصفت بالعنصرية؟ الحقيقة هنالك انقسام في المجتمع الأوروبي كما سلف، فإن يوجد هنالك تيارات يمينية بالفعل هي قريبة جدا من ترامب، وهي بالفعل رحبت بوصول ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، وبالتالي هي الآن تقدم برامجها الانتخابية، لأننا خلال السنة القادمة أمام ثلاثة استحقاقات انتخابية، أولها في هولندا سوف تجري في شهر مارس القادم، ثم في فرنسا في شهر أبريل ومايو القادم، ثم في ألمانيا الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر القادم، وبالتالي هنالك محاولة من اليمين المتطرف لاستلهام الخطاب الذي يعبر عنه الرئيس الأمريكي ترامب، ومحاولة لتقليد ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، عسى أن تحظى هذه الأحزاب اليمينية بحظ أوفر في الانتخابات القادمة، ولكن في المقابل هنالك ما يسمى هنا في أوروبا بشكل عام وفي فرنسا على وجه التحديد بالأحزاب الجمهورية التي تنتمي إلى اليسار أو إلى يمين الوسط التي تحذر من اليمين المتطرف، وبالتالي رفضها لسياسات ترامب ولخطاب ترامب يأتي أيضا لأسباب داخلية، لأن انتقادها لترامب يعني ضمن انتقادها لليمين المتطرف الذي يقدم أوراقه للانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية، وبالتالي هنالك الحقيقة يشهد أو تشهد أوروبا وفرنسا على وجه التحديد صراعا حتى حول الموضوع الأمريكي وحتى حول سياسات ترامب، بينما هنالك اليمين المتطرف الذي يؤيده بشدة، هنالك الأحزاب الجمهورية واليسار على وجه التحديد يرفض سياسات ترامب، لذلك كما ذكرت تزعم هولاند وميركل على سبيل المثال وربما غيرهم من الزعماء الأحزاب هنا في أوروبا الخطاب الذي يرفض سياسات ترامب ويرفض خطابهم. نعم، شكرا لك من باريس المحلل السياسي والباحث في الفلسفة السياسية في جامعة